بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة تيبل تنس مع الكابتن رضا سالم. النهاردة هنتكلم في حاجة مهمة جدا، وهي التوقيت بتاع الضربة وزاوية المضرب مع اختلاف مكان الكرة. في ناس كتير قوي كلموني في ان احنا بنضرب السبن من فوق على نقطة للكرة لها جت في الشبكة. اولا انت فين من الطاولة؟ رقم اتنين، الكرة جايلك شكلها ايه؟ يعني لو الكرة جاية لك كونتر عادي يبقى من فوقها على طول واضربها، او لو جاي لي سبين توب سبين يعني اقوم ضاربها من فوق. لكن مش معقول الكرة تكون جاية لي من القطعة واقوم ضاربها من اعلى نقطة تيجي مني في الشبكة. لا، ده بتبقى محتاجة زاوية مضرب فاتحة شوية واشيل قدام شوية علشان اعدي الشبكة. طبعا بتختلف من شكل الكرة وهي جاية لك، فبناء على شكل الكرة وهي جاية انت بتتعامل معاها. مهم جدا تاخد بالك من الخصم عمل ايه في الكوره عشان خاطر تتعامل مع الكوره. مثلا هنتكلم النهارده عن الكوره اللي هي جايه من الكونتر، مش هنقول ان هي جايه من القطعه ولا اي حاجه خالص، ولا اللي هي جايه من الدوران ولا اي حاجه، هي جايه من الكونتر عادي. الكوره وهي جوه كده ما فيهاش مشكله، اقوم واخدها من فوق واقوم قافل عليها ان كان بالفور او ان كان بالباك معايا من اعلى نقطه ليها كده. طب انا لما ارجع ورا شويه ولو انا خدتها من اعلى نقطه ليها، هل الكوره هتعدي ولا هتنزل مني في ارضي؟ اكيد هتنزل مني في الملعب بتاعي، يبقى لازم ان انا اعلى بالكوره شويه. طب انا ورا شويه اكتر، فما ينفعش ان انا اخدها بنفس الزاويه اللي هي كانت هنا، لا ده انا افتح فوق شويه وقدام شويه. كذلك ارجع ورا اقوم نزلت اكتر واشيل، نزلت اكتر واشيل، وارمي اكتر، نزلت اكتر واشيل. برضه الكلام اللي انا بقوله في الباك هاند هو برضه اللي في الفور هاند. الكوره جايه من الكونتر عادي، خدتها من فوق قفلت. لو انا ورا شويه وخدتها من فوقيها هتلاقيها نزلت على تحت على طول، تلاقيها جت هنا. فلازم ان انا زاويه المضرب بدل ما هي المفروض هتفتح سن، وكل لما انا ارجع ورا المضرب يفتح اكتر، لان لو انا خدت بنفس الزاويه اللي جوه نفس الزاويه اللي بره، ولا دي هتيجي ولا دي هتيجي. يعني ما ينفعش ان انا اكون جوه الطاوله واخدها بالزاويه اللي هي وانا ورا واعمل كده فاتح المضرب كده، الكره تطلع مني بره. وما ينفعش ان انا اكون ورا وابقى عامل زاويه المضرب قافل كده، الكره طبعا هتنزل تحت الطاوله، يعني كمان مش هتيجي، يعني مش تيجي على الطاوله، لا ده هتنزل تحت الطاوله. فلازم افتح زاويه المضرب شويه علشان المسافه بعيده بتاعت اللي انا عايز اعديها الشبكه، فبضطر ان انا انزل واشيل وارمي لقدام. مهم جدا ان انت تبقى فاهم الكوره محتاجه ايه، ومحتاجه انهي زاويه من المضرب تحسها، ودايما لعبك يكون على الشبكه مش على الطاوله، يعني انت بتنشل على الشبكه. ممكن لو الكوره عاليه وانت منشل على الطاوله هتطلع منك بره، لكن انت بتحاول تنشل على الشبكه علشان لو المضرب فتح منك شويه هتيجي على الطاوله. فتح اكتر هتيجي على الطاوله، فتح اكتر هتيجي، فتح اكتر خالص بقى خلاص بره، يعني الموضوع خلصان. الكلام ده بالنسبه للفور او للباك. لازم تبقى واخد بالك الكوره جايه شكلها ايه؟ احنا دلوقتي بنتكلم على الكوره اللي هي جايه من الكونتر، ازاي هتعامل معاها؟ الكوره جايه من الكونتر ما ينفعش ان انا اكون جوه ابقى فاتح المضرب واعمل كده لفوق، لا هتطلع مني بره. لازم اكون قافل خالص واقفل عليه اكتر. رجعت شويه بفتح السنه وامشي لفوق، ومش هضرب الكوره من هنا، هضربها من هنا شويه. كل لما ببعد بضرب الكوره من جنبها وزاويه المضرب تفتح، كل لما اقرب على الطاوله زاويه المضرب تقفل واجيب من فوق اعلى نقطه للكوره. بالفور او الباك، الكوره اللي جايه من الكونتر. احنا بنقول علشان خاطر الناس يعني في مواضيع كتير قوي. طب حاجه كمان، الكوره الستريت غير الكوره اللي في النص غير الكوره اللي هي على الفور على الباك هاند. انا دلوقتي هضرب سبيني من هنا واتجاهي هنا زي ما انا كده، اوكي؟ لما اجي في النص ما ينفعش اخد بنفس الزاويه، هتلاقي الكوره طلعت بره، وما ينفعش ان انا ابقى هنا خالص واخد بنفس الزاويه، الكوره هتيجي على الطاوله اللي جنبي. كل ما اتحرك للنص بالفور هاند اتجاهي يرمي على النص ويرمي على الباك هاند بتاع الخصم اللي قصادي. يعني انا هنا برمي هنا كده، لما اجي في النص اعدل زاويه الجسم عشان ارمي قدام، لما اجي هنا اعدل زاويه الجسم خالص عشان اطلع من الكوره واقصى قفله ليا تبقى جايه على الطاوله. طب انا جيت من الباك هاند بضرب سبين والكوره جت هنا مثلا من الخصم،
ما ينفعش ان انا اضربها برده في نفس الاتجاه هتطلع مني بره الناحيه دي، لا ارمي في النص. انا بقول مجبر، لكن هو غالبا الفور هاند المفروض من عند الشبكه دي لغايه هنا. اوكي، الجزء ده بس الباك هاند. في ناس تقول لك العب باك هاند، انا يعني بوجهه نظري انا الكلام ده مش مظبوط، بس احنا بنقول فرضا انا بلعب سبين والكره جت سريعه ما لحقتش اعمل كده ورحت جاي كده، لو انا خدتها بنفس الشكل هتطلع مني بره، لازم اقفل على النص. كل ما الكره تجيلي في النص ان كان من حركه فور او باك احاول ارمي الكره على النص، ما ارميهاش كروس الا لو انت متمكن. دي حاجه. تاني حاجه، قفلتك من كروس لكروس غير من الكروس للنص او من الفور هاند على الاستريم. كل ما بتلم المسافه بتضيق، فبتبقى محتاج تقفل اكتر، ما ينفعش تكون نفس الزاويه، تقفل اكتر. برده كذلك هنا انا برمي كروس هناك عايز في النص الم شويه، عايز استريم بلم اكتر، بلم اكتر اقفل اكتر. الكلام ده بالنسبه للفور او الباك. طبعا الكره طلعت بره الناحيه دي او قربت هنا، ما ينفعش ان هي تكون بنفس القوه اللي هنا او بنفس الصدمه اللي هنا، لا لازم الم اكتر لاني خلاص المسافه ضيقت من اول هنا من اول خط النهايه لاخر خط النهايه في مسافه. كل ما بتخش هنا طبعا المسافه بتقل، لازم تكون بتقفل اسرع وتشغل ريست ايدك اكتر، لان ما فيش حد من جوه هتلاقيه بيمد دراعه يعمل كده، لا اليوم الفلاج بقى بتاعتنا اللي احنا بعد كده ان شاء الله هنتكلم عليه. ما ينفعش ان انا طبعا اكون ورا واقوم قافل كده، لا ما ينفعش ان انا برضه زاويتي لازم تكون انا هرمي الكوره فين، فلازم اعدل جسمي للكوره. الحاجات دي مهمه جدا وكتير بيقع فيها ان هو بياخد الكوره بنفس الشكل اللي جوه اللي بره، الكوره سريعه مش عارف. احنا دلوقتي اتكلمنا عن الكونتر وان شاء الله هعمل لكم فيديو للكور اللي هي جايه لي، ان كان توب سبيني مثلا من قدامي او جايه لي بالقطع او جايه لي سايد سبيني. اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.